ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، رمضان كريم. الله علينا أكرم. وعليك يا رب. من وياي؟ حبيبتي إسراء. إسراء، إسراء شنو؟ إسراء هيثم من بغداد. إسراء هيثم من بغداد. نعم. إسراء شنو هيثم من بغداد، نشاطاتك برمضان شو تسوين ما تسوين؟ لو بس يعني تعب، لو بس نايمة مثل شهد. لا والله مو بس نايمة. ها والله شو تسوين؟ شو تسوين؟ شنو فعالياتك؟ نسوي فطور، نسوي اللبن، نحط بينا كل شيء. ما تعرف تسوي بينا من صوتها، والله العظيم بينا من صوتها. ما دام قاعد اصلا المطبخ ما تفوتين من عنده. ما دام قاعد تسوي اللبن، هاي مثلي مرات اذا كلك يعني اسوي اللبن بالهاي خلاص. اسراء شلونها معلوماتك؟ شفتي المسابقه؟ والله زوينه. تخوف هاي، تخوف زوينه. يلا نشوف الصوره اللي تطلع لنا، ان شاء الله نساعدك. ليش لا؟ احنا اليوم كنا فوزيها. أنجلينا جوري طلعت لك سهلة هاي. السؤال يخص أنجلينا جوري وأكيد راح أسألك بيه. أريد اسم فيلم أجنبي مثلت بيه. ها؟ اسم فيلم أجنبي مثلت بيه أنجلينا جولي. مثلت بيه أنجلينا؟ إيه. والله ما أعرف. ذكري ترى هواية أفلام لها. واحد. اخير شيء هو فيلم كان كرتون. يلا عيني يلا. توم برايدر. لا. يلا فكري. ساعديها يابا، ساعديها عيني شهد. ترى ما يراد لشيء. كرتون حولته فيلم. كرتون كنا نحبه. الاميره النائمه حولته فيلم. شنو؟ كرتون كان احنا نتابعه. كرتون الأميرة النائمة؟ اي هي حولتها فيلم. شنو اسم الفيلم؟ حولتها فيلم؟ اي على كيفش تحكين اسراء مسترخية يعني، ترى وراش متصلين هواية. نتمنى انه تركزين ويانا، واذا اكو يمش احد يساعدك انطيها ساعديها. زين لا اقول اسم الفيلم يعني. زين اوكي يلا اسراء، راح نوصل وياك لابعد الحدود المساعدة حتى ادخل اسمك بالقرعة. تمام؟ يلا تمام. إسراء. تمام. زوجها شنو اسمه؟ زوجها السابق. زوجها السابق شنو اسمه؟ هم ممثل ترى هو معروف يعني. ماذا اسمه؟ زوج أنجلينا جولي السابق، من هو؟ زوج أنجلينا جولي. أي. بريد باب؟ لا، أقولي عدل. الحين ترى الرجال. إيش اسمه بريد؟ أقصد. لا برايد خبز بالانجليزي يعني، هو بعيد عن البرايد. براد بيت. مبروك لك يا اسراء، واسمك دخل ويانا بقرعه السفر، وان شاء الله ربحانه ويانا يا اسراء الغاليه، وتحياتنا لك. براد بيت يسلم عليك.